أسعد الله صباحكم ومسائكم أينما كنتم. في هذا اللقاء نقدم الحلقة التي سنفتقد بعدها هذا الحوار الشيق العميق التاريخي. معكم إبراهيم إدريس في ملامح من الذاكرة الإريترية مع المناضل الأستاذ إبراهيم محمد صالح قدم، وبالأصح المهندس إبراهيم قدم. إبراهيم قدم حمل معنا هذا التعب الشيق لتسجيل أهم ملامح من تجربة حياته منذ عام 1944 إلى يومنا هذا. عبرها وفي هذا البرنامج تمكننا أن نلتقي معه منذ رحلته الأولى إلى مرحلة عام 1980. أطال الله عمر الأستاذ إبراهيم الذي ساهم معنا في تقديم إضاءات شيقة في مراحل متعددة. الآن ومع ضيق الوقت وبوصولنا إلى المؤتمر الوطني الأول ونتائجه إلى مرحلة الحرب الأهلية وما بعدها في 73 إلى سنة 80، سنقف عند محطات في عجالة لتلخيص أهم ملامح هذه المرحلة الأخيرة من السبعة سنين منذ عام 1973 إلى 1980. أستاذ إبراهيم، 83 73 ومتحركين بعدها بعد سنتين إلى المؤتمر الوطني الثاني، وبعدها استمرينا من المؤتمر الوطني الثاني إلى سنة 80. هل أجزت لنا هذه المرحلة في اقتضاب مع إيضاح دور حزب العمل في هذه التجربة؟ شكراً أستاذ إبراهيم. هو الحقيقة الفترة هذه هي فترة تقدر تقول غنية بالأحداث، وفيها تطورات إيجابية وتطورات سلبية. الإيجابية هي أنه بعد الخروج من المؤتمر الوطني الأول، وكان أولاً القرارات بتاع تكوين المنظمات الجماهيرية، ولا على أساس تكون اتحاد عمال، الاتحاد العام لعمال إريتريا والاتحاد العام للمرأة الإريترية، وبعد فترة بتاعة سنتين أو ثلاثة الاتحاد العام للفلاحين الإريتريين. فدي مرحلة تقدر تقول بدلا ما كانت جبهة التحرير الإريترية هي جيش التحرير فقط، زائد التشكيلات السياسية في والفروع، في تمكنت من تأسيس منظمات لها شخصيتها وكينونتها في ودورها في دعم النضال والكفاح المسلح. وفي نفس الوقت الفترة دي هي اللي تمكنت فيها جبهة التحرير الإريترية من تحرير الريف الإريتري كاملا وبدون اسمه، وبعد كده انتقلت للمرحلة الثانية واللي هي تحرير المدن، واللي تسني إلى أغرداد ومندفر عالدخالة مناطق أخرى في النس. وفي نفس الوقت الجبهة الشعبية درجة من تحرير كرن ومناطق ثانية في دك محاري وغيرها في الساحل الإريترية. فدي تقدر تقول الفترة اللي فعلا النضال الإريتري ازدهر وخطى خطوات إلى الأمام يعني، وكانت أسمر محاصرة يعني، محاصرة من كل الجوانب، من الجبهة الشعبية بطرف وجبهة التحرير الإريترية بأطراف متعددة، ولم يبقى تحت الاستعمار الإثيوبي إلا مدينة أسمرة ومسوع الدقيح وبارنتو يعني. ده كله كان فعلا نقلة نوعية
في في بجانب مشاريع الوحدة. أيوة في طبعا في المرحلة دي نفسها الحرب اللي كانت بين الجبهة والتحرير الشعبية زائد سلف ناس النت قبل ما يتحدوا، لكن متفقين في الاجتماع بتاع بيروت اللي حضروا السياس مع المرحوم عثمان سبي وبقوا شبه تنظيم واحد. حصلت معركة قرقر، ومنها بعد كده كان المعارك اللي كانت في وك زاقر في المرتفعات، واللي 75 الجماهير من كل إريتريا شاركت قامت بدور بتاعت أنه لازم إيقاف الحرب، يعني بين التنظيمات بين الأخوة. المنادلين أو الأخوة قوة السلاح. يعني في ذي الفترة برضو اللي جبهة التحرير الإريترية تمكنت من تحرير المعتقلين أو المساجين من سجن عدخالة ومن سجن سنبل، يعني و دي تعتبر انتصارات، لأنه الانتصارات اللي قبلها كانت مثلا تصفية العملاء واسمه في داخل المدن، في أسمرة، في كرن، في غردات، في تسنعي، في مندفرة، لكن بهذا الحجم تهاجم على الاسمية وبالتنسيق مع الحرس اللي كان موجود، انه ده بيوريك انه الجبهة تمكنت من التوصل الى حل المشكلة بتاعت ان تكسب ثقة الجماهير وثقة البوليس او ثقة الناس اللي حتى يشتغلوا مع العدو. يعني الدرك، تحالف الاتحاد السوفيتي، اليمن أيوة. الديمقراطي، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، منظمة التحرير الفلسطينية بافتتاحها أيوة. لمكتبة، الحصار من الأحزاب الشيوعية، أيضا هنا لعب حزب العمل ولعب مجلس الثوري ولعبة القوة الثورية في إريتريا ككل بما فيهم الجبهة الشعبية وقوات التحرير الشعبية لمواجهة هذا الحصار. أيوة. أهم الملامح، الملامح الأساسية فيه كانت أنه زي ما قلنا نحن الريف محرر والمدن جزء كبير منها خلاص محرر، وإثيوبيا بعد انتصاراتهم في الصومال وأنه تراجع الجيش الصومالي تفرقوا معركة جيجيجا أيوة والتلاهم أيوة تفرقوا لمواجهة الثورة الإريترية، وكل اللي ذكرتهم كانوا معاهم، يعني من بأسلحة، بمستشارين، بمشاركة فعلية من اليمنيين كطيارين وغيره. ده أدى إلى أن الجبهة تكون أو الجبهة الشعبية ينسحبوا من المدن اللي كان حرروها، وبعد معارك كبيرة في مرعب وفي في القاش في من مناطق حمرة استبسلوا، لكن ما كان كأنه لآخر جندي أو آخر طلقة، يعني لا بد من يحافظ على القوة بتاعتهم. وبعد قريب الشهر انسحبت القوات وانسحبت الجبهة الشعبية أيضا، الحرب بتاعتهم كانت شبه محصورة في المنطقة بين كرن، بين أسمرة وكرن، يعني لأن هم ما كانوا في كل الساحة الإريترية، الجبهة هي اللي موسعة الجبهة بتاعتها ومغطية كل الساحة الإريترية. و ده أدى إلى أن بعد الانسحاب رجعنا لمناطق هوميب والكويب، وهنا لازم نتوقف في نقطة. المفروض مؤتمر كان في 71 و74 بدايتها لازم يكون المؤتمر الثاني. أيوه المؤتمر الثاني
الوقت يمكن أنا ما بعرف قاعد يلخبط الفترة الزمنية في الحرب اللي كانت بتحرير المدن، لأنه كان تحرير المدن أو إعادة المدن كان في 78 يعني. فنحن يعني ما قبل الفترة هذه المفروض جبهة التحرير الإريترية تعقد مؤتمرها يعني. القيادة، لكن الظروف الموضوعية هي اللي أيوة القيادة بالمواجهات بتاعت المعارك دي واسمه ما قامت بالاسمه بتاعتها بالدور بتاعت انه تعقد المؤتمر في وقته. أيوة. فالامور بعد ما انسحبنا من المدن، المنظمات الجماهيريه اجتمعنا وطالبنا القياده انه لابد من عقد المؤتمر دلوقتي، بطل وطني تاني. مؤتمر وطني ثاني، لانه كانت في لا لا تحديات، مؤتمر وطني انعقد، سوري، ايوه، بعد المؤتمر الوطني بعد الثاني. المؤتمر الوطني دلوقتي الثالث قاعد اتكلم انا. ما حنوصل للمرحله ايوه، دي باعتبار فنحن 80. يعني اقول لك المساله بتاعت 75 المؤتمر بالانجازات اللي شفناها، وتكوين منظمات جماهيريه، تحرير الريف الاريتري كامله، عقدنا المؤتمر الوطني الثاني. وفي دي الفترة اللي نحن تحرير الأسرى من والمعتقلين من السجون، عقد المؤتمر الوطني الثاني، وهو بدينا مرحلة جديدة يعني. ما تحدثنا عن الإنجازات اللي أيوة. حصلت، طيب في خضم هذه الإنجازات وفي خضم التحديات اللي كانت موجودة على المستوى الإقليمي والمحلي، وأيضا التحالفات الإريترية الإثيوبية، أيضا امتداد القوة الثورية الإثيوبية في ربوع إثيوبيا، انحصار موقع الدرج كنظام كان هو يمثل قوة التحدي. ذكرت لنا كمية من الإيجابيات وسلسلة من الانتصارات التي حققتها جبهة التحرير الإريترية. الجدل بيقول دائما في ظل انتصارات أيضا هناك انتكاسات. نسمع عن أزمة داخلية في داخل حزب العمل، نسمع عن انشقاق بين القوى الثورية في داخل حزب العمل، نسمع عن تصفية ما يسمو باللجان الماركسية أو ما يسمو بالفالول، نسمع عن اعتقال كمية من التيارات السياسية، عناوينها الإسلام أو البعث، نسمع عن حركة الدنكاليا، هي حركة إصلاحية تم أيضا وأدها في أو اغتيال أهم قيادات العسكرية اللي هم كانوا يقودوا نصف تاريخ انتصارات الثورة الإريترية أو جبهة التحرير الإريترية تحديدا. هذه الأزمات وهذه الشروخ التي تمت في داخل الجزء، لماذا تمت؟ أيوة، هي تمت لسبب بسيط، أنه في المؤتمر الوطني الثاني تقدر تقول نحن في اللي كنا في حزب العمل يعني أخطأنا خطأ كبير يعني. أولا أخطأنا بتكويننا للحزب في داخل الجبهة، الحق اللي المفروض يا الكل يعمل منابره وأحزابه، وكلنا في داخل الجبهة نبني التنظيم ده، يا ما من حقنا نعمل نحن نسمح لنفسنا شيء ونمنعه للآخرين يعني. عدم الثقة في المقاتلين وفي ناس اللي عرفوا أنه في شيء في داخل الجبهة، في داخل الحزب يتعرف بعدين. أيوة. حروي وإعلانه لمواقفه. حروي طبعا سبب أنه الناس حاربته أو أفشلته في المؤتمر الوطني الثاني كان بسبب أنه ما كان عنده دور إيجابي في المرحلة اللي كان فيها نائب الرئيس، رئيس إدريس محمد آدم يعني، الله يرحمه. كان كل ما قام به هو أنه في قعد في عدن أمن، وكل ما حاجات الثورية اللي هو كان أصلا يقوم بها يعني. وده انعكس بعدين في المؤتمر، الناس قالت لا الراجل ده نحن ما حنديه أصواتنا يعني. هو اسقطناه نحن في حزب العمل قبل ما يسقط في المؤتمر يعني. وبكده لكن بسبب مواقفه ضحى بايه؟
كمية من الشباب. أيوة لما ما هي هنا الاسمية يعني هذا اللي هو غربيهم وعمل حزب ماركسي حقه ماغو وعاوز يبني تنظيم. لا كان في تقدر تقول جريمة هي يعني. طيب امتدت هذه الأزمات وامتد هذا التراجع في داخل أيضا كيفية حزب العمل يدير هذه الصراعات هو واللي هي وصلت في النهاية حتى المجلس الثوري كنا نسمع أنه تلتين أعضاؤه أعضاء لجنة مركزية في حزب العمل. ما هنا أنا اللي قلت عليه أنه المؤتمر الثاني المؤتمر الأول كان نسبيا متوازن فيه من الحزب وغير الحزب وفي غير الحزب عشان كذا كان ماشي بالانس بتوازن. أيوة بالانس. لكن في المؤتمر الوطني الثاني جزء كبير يعني ثلاث أرباع القيادة بقى من حزب العمل في الوقت اللي حزب العمل ما يمثل شيء من جبهة التحرير الروسية كقاعدة. أيوة فهنا كان الخطأ فقدنا التوازن فيه. أيوة فقدنا التوازن نعمل كعمل جبهوي قاعد تقول. أيوة ما بقى عمل جبهوي دلوقتي يعني. أيوة طيب اعتقال كثير من المناضلين سياسيين وأسف أن أقول تم تعذيبهم وإن لم يقل يموت بعض الناس في داخل السجون. ظاهرة اقتيالات قوة سياسية هي قوة أساسية في جيش التحرير وانتصارات الجبهة التحريرية في دنكالي. هو المسألة وين هي القيادة زي ما قلت أنا في حزب العمل أخطأنا ونحن نتحمل نتيجة الأخطاء بتاعنا دي وسببنا في أنه انهيار الجبهة نفسها يعني. لكن في قضايا ما تقدر تسكت عنها مثلا دلوقتي المجموعة سعيد حسين وعمر سبا وعمر محمد وأحمد إبراهيم ديل مناضلين ما في مثيل لهم يعني وفي بدورهم بنضالاتهم بكل شيء. لكن نرجع لنفس اللي قلت في 65 الحركيين لما دخلوا الساحل يعني الأخوان دي نزلوا في دنكالة يعني. أنت لما تدخل في منطقة فيها جيش وأنت مسلح بدون سلاح ما في مشكلة يعني لكن وانت مسلح داخل معناها انت ما ناوي على خير يعني عاوز بقوتك تقتحم وتحقق شيء يعني. هنا الخطأ من الاخوان هو ده وهم عسكريين يفهموا المسألة ده اكتر من اي واحد يعني. ف يعني ما تقدر تقول أن اللي حصل ده يبرره ما تقدر تقول اللي حصل ده سحوة. لكن كمان اللي هم قاموا به ما أدى الفرصة للآخرين يعني. يعني لو في يد الواحد كان يتمنى أنه يمسكوهم يجردوهم من أسلحتهم ويجيبوهم للمحاكمة. لكن طبعاً احنا ما بقصد يعني نحاكم لا لا ما قاعدين نحاكم لكن أيوة. انا قاعد اقول انا بنفسي ده الشعور بتاعتي. لو هم الاخوان اللي نزلوا هناك كان اولا قبل ما ينزلوا نفسه يحاولوا يتفقوا يعرفوا انه مين المشرف على المنطقه دي ومين فيها الاسميه يتصلوا اسمه ويقولوا نحن حنجي ويسمعوا هل يسمحوا لهم ام لا. اما انت تركب باخره وتجي ما يكون. انا زي ما قاعد اقول لك كنت اتمنى ان هم ما يكون في قتال لكن يجوا يحاكموهم وهم العسكريين اللي ما في واحد يقدر ينافسهم في المساله دي يعني. فحصل اللي حصل في ناس طبعا تديه طابع قبلي انه والله صفهم لانه هم كده او صفهم لانه هم من المجموعه الفلانيه
ما كان كده اسمه يعني الخطأ من أساسه لابد من أنه يتحملوا الطرفين يتحملوه، لكن السبب اللي وداهم لكده والسبب أيوة أيوة يعني هم لو استياء من الجبهة أو اسمه المفروض يبحث عن اسمه سياسي سعيد حسين. لا يمكن انت يعني لخصتها حتى المشكله في انه المؤتمر الوطني الثاني نتائجه ما كانت يعني شامله وما كانت جامعه لكل القوى السياسيه، وقوه هيمنت على قوه بالضروره النتيجه تمت. بس مع كده منادل سعيد حسين كان عضو مجلس اكيد وسعيد حسين كان مرشح لينافس في الرئاسه يعني تم في المؤتمر الوطني الثاني في الاجتماع اللي عملناه نحن كمجلس هو كان مرشح نفسه يعني لأنه ما في التوازن، لكن ما جاء أحمد ناصر، وبعد كده اللي جابوا أحمد ناصر في الفترة ديك المرشح عشان يكون رئيس التنظيم كان عبد الإدريس، وعبد الإدريس رفض وقال يعطوه أحمد ناصر رشح أحمد ناصر يعني. وعمد ناصر 3 أيام الناس تترجع عشان يقبل وهو رافض يعني. فدي اسمه، لكن كله أنا قاعد أرجعه للممارسة بتاعنا نحن في حزب العمل أنه ما حافظنا على التوازن بتاع الجبهة عشان تمشي لقدام. ده يعني يوريك أنه الحصل بعدين في الجبهة مثلا المفروض نذكره دلوقتي الآلاف من المنادلين اللي 10,000 ولا حاجة اللي جو من مرتفعات بعد ما إثيوبيا خلصت على أمان عندهم والناس في ناس كبسة جزء منهم كان يقول أن احنا قاعدين نحكم إثيوبيا ما لنا مال إريتريا دي دلوقتي لكن الاثيوبيين او منغستو كان جاهل اتخلص من الراجل وبعد كده الالاف جو. نحن في الجبهه بقينا دي نقطه بقت نقطه انقسام فيما بيننا بين اللي عاوز يشركهم بكل الاسماء وبين اللي يشوف انه ديل لسه جدد ما عملوا شهور ما ممكن يشتركوا يعني في المؤتمر الوطني الثاني فبعد اسمه طبعا شاركوا بنسب اقل من الاخرين لكن شاركوا يعني. السؤال التاريخي هنا هل حزب العمل كان مستعد لهذه القوه او هل رتب نفسه على هذا ما كان الأساس؟ مستعد ما كان مستعد. ايه هي المجهود اللي بذل لامتصاص هذا الزخم توظيفه اعاده هيكلته من حجله ان يتوائم مع متطلبات المرحلة؟ لا هو يمكن ما حصل المسألة دي لأنه أنا كنت ذكرت في مجموعة اللي جت في سنة 73 أو 72 الناس كيف استوعبتها وكيف اسمها لأنه ديل كلهم دي كانت تجربة رائدة مثلا كانوا مجموعة بتاعت 75 واحد أو 70 واحد دي لكن 7,000 10,000 يعني مقارنة حتى يختلف لذلك لو شفت أنت الجبهة عملت لهم تقسيمات حسب ما كانوا يشتغلوه المعلمين ما بعرف الزراعيين المهندسين وبعد كده هو في جيش التحرير وفي المكاتب يعني. طيب في ظل الظروف شرحتها من سلبياتها وإيجابياتها والتحديات اللي كانت موجودة وحجم الموجات المتعاقبة على مسؤولية القيادة، هناك قضيتين. قضية ما من بعد 20 أكتوبر إلى أن وصلنا للقاء اللي زار فيه أسياس القيادة المجلس الثوري أو اللجنة التنفيذية في هوشايت، كنا نسمع عن قضية جديدة طرحت بين وحدة القوى الثورية. نعرف احنا بيان كان صدر بين الجبهة الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي فيما يخص قضية وحدة القوى الثورية في إثيوبيا، لكن كنا نسمع أيضا خارج صندوق الجبهة كتنظيم عريض والجبهة الشعبية أيضا كتنظيم يعني
فيه حزب وفيه قوة غير حزبية، كان هناك دعوة لوحدة حزبية. هل ممكن أعطيتنا صورة في هذا الموضوع؟ أنا دي ما بعرفها. ما بتعرفك عضو حزب وعضو حزب وقعد جبهة؟ ما بعرفها. لكن كانت تتداول بين الناس اللي. أيوة ممكن تتداول، لكن أنا ما بعرف أنه الناس كانت تناقش في مسألة تنسيق وتوحيد بين الحزبين يعني. أوكي. أنا بعرف أنه الخلاف فيما بيننا كان في أن هم يقولوا الجبهة المتحدة ونحن نقول الجبهة الديمقراطية. جبهة طيب الديمقراطية. أيوة دي اللي اسمه. بعد كده النقطة اللي أهم من ده كله هو في نحن المؤتمر يعني اتفاقية 20 أكتوبر. أيوه. هذه الاتفاقية نحن برضو جلينا فيها، ما اسمها عملنا جلينا، لو عايزين نقولها سياسيا هنقول على أيوه. سياسيا نحن أخطأنا يعني، ارتكبنا خطأ. أيوه. لأنه المفروض نحن كان قبلها اتفقنا مع قوات التحرير الشعبية، المفروض نستمر مع قوات التحرير الشعبية. أيوه. بعد كده الجبهة الشعبية تجي ما تجي تاني، لكن نحن ننفذ يدنا من قوات التحرير الشعبية، اتفاق مع قوات التحرير الشعبية ونعمل مع الجبهة الشعبية، مع معرفتنا الجبهة الشعبية ما صادقة في كل اللي كانت تعمله معنا. أيوه. يعني أيوه. توصل لدرجة أنه تصفيتهم في المنطقة اللي كانوا موجودين فيها، وده خطأ يعني. أنت قاعد تدرب القوة بتاعتك دي، لا أولا هم ناس كانوا في الجبهة، مقاتلين في الجبهة، تجي أنت عشان الوقت هم بقوا قوات التحرير الشعبية تصفيهم، ما يكون. نحن الأخطاء دي كلها للأسف ما حصل تقييمه. تقييمه أيوة، ما قعدنا وقيمنا وقلنا إن والله أخطأنا هنا وما أخطأنا في دي يعني. هل التاريخ والقراء والناشرون أمثالنا ننتظر من الأستاذ إبراهيم يكتب كتاب عن هذه المرحلة؟ والله إن شاء الله بمساعدتكم يعني. إجابة المسيعة علي. إن شاء الله يعني. لأنه في نقطة اللي عاوز أذكرها أنا هنا قبل ما نفوتها، اللي هي في تجراي. أيوة. دور الجبهة كان كبير في العمل الثوري. يا ريت لو سلطنا الضوء على المرحلة. أيوة، العمل الثوري في تجراي الجبهة. أيوة. كان عنده دور كبير. ده كان من قبل سقوط هيلي سلاسي بشهرين تقريبا. كنت في امباسويرا، وجونا في امباسويرا مجموعة ثلاثة، واحد من بعدين بقى أربعة، وديل من مقابيت يسموهم محبر قسقسي تجراي. محبر قسقسي تجراي. أيوه. وديل التنظيم التقدمي. أيوة. في جامعة أديس التجارو كان عاملين تجمع ده سموه محبر قسقس تجراي. أيوة. وفي الاجتماع ده اتفقوا أنه جزء يمشي للجبهة، جزء يمشي للجبهة الشعبية، ونشوف نستفيد من خبراتهم، من إيش ممكن يساعدونا إيش ممكن. فنحن جونا الثلاثة، واحد في الأول نذكر أسماءهم. أيوة، واحد منهم اسمه موسي، خريج تاريخ. واحد اسمه سعيد، كان خلص الثانوي ومشى أمريكا، لأن أمريكا كانت من السنة 10 أو 11 تأخذ ناس لسنة يدرسوا في أمريكا يعني. وسعيد ده أبوه من التجار مقال هو. وفي واحد أظن اسمه داويت، وده كان في البحرية الإثيوبية. وجاهم بعدين الرابع اللي هو دجن تسمى، وده ابن زعيم من الإيروب في المنطقة. أيوة، دجن تسمى ده إيروب.
دجن تسمى الإريتري ولا موجود الإثيوبي؟ معاكم في دنبر أو في أي مكان ما بعرف أنا. هو إريتري. ها؟ إريتري. لا لا ما أعرف. لا كان معه وجاء جالي الجبهة والآن ورجع للدرك وبعديها مش أمريكا. مش أمريكا. أيوة. أيوة. ده واحد منهم. أيوة. اللي جونا و يعني يمكن قعدت معاهم شهر وبعدين نزلوا لنا بقدي وفي نبقدي قابلوا محمد أحمد عبده وأخذوا يعني دورات مكثفة في الإسماعيلية. أيوة. يشرحوا لهم وقالوا لنا نحن حنكون جبهة تحرير تجراي. أيوة. اسمهم جبهة تحرير تجراي. بعد كده أنا مشيت طبعا أحمد وأنا كنا في الفترة دي مع بعض نزلنا نحن بنتكلم على سنة 74 74 ونحن في مباسويرة هيلي سلاسي شالوه أوكي خلاص 74 أيوة ما في هيلي سلاسي أيوة. تيل نزلوا نبقدي واستنوا فترة وبعدين رجعوا كونوا جبهة تحرير تجراي أوكي. بعدها بفترة الجبهة رسلت لهم مقاتلين عشان يدربوهم في مكانه والمكان بتاعتهم كان مناطق الإيروب يعني أيوة. واللي مشوا ليهم كان الشهيد محمود حالي. محمود كان من الكلية الحربية العراقية وقرماي قشي مشوا المنطقة ودربوهم في مكانه. المجموعة الثانية اللي مشت للجبهة الشعبية ناس سيوم مسفن ومعاه المجموعة اسمه ايه ديل كمان أباي زهاي كان مشى أيوة ملا الزيناوي ما مشى معاهم من أسمرة رجع خاف لا من هو وصل أسمرة وصل أسمرة لكن خاف لأن هم نزلوا منطقة عشومة في بحر بارة أيوة. وهو ما مشى معاهم هو جاب الطيارة لأسمرة أيوة لكن بعدين ما مشى مع الجماعة ما مشى المجموعة أي مشى باتجاه مندفرة ولحقهم لكن بعدين أيوة أيوة لكن أنا جاي حسن في الكتاب بتاعه الجديد أيوة. يأكد المعنى لكن في الفترة الأولى أنا أتفق معك أتفق الفترة معك. الأولى هو هرب من اسمه أيوة. ما عاوز يمشي وأسمرة طبعا وقتها ملتهبة هي يمسك أي واحد وفي خوف لكن أو الجبهة الشعبية اللي قتلهم ناس وطلعتهم برئيس عدي بعد نفاس رئيس عدي لبحر بارة هنا الجبهة زي ما قلت لك دربتهم وأدتهم شوية سلاح لجبهة تحرير تجراي وبعدين في نفس الوقت في ديدبيت تكونت الجبهة الشعبية ويانا تجراي وويانا تجراي جت للمنطقة نفسها بتاعت إيروب أيوة. وفي منطقة قرية قريبة من ملوخ سيتو أيوة. ملوخ سيتو دي زي اللسان داخلة في إثيوبيا أيوة. ومن هناك زالمبسا هو لكن أصلا أظن إيروب هم نفسهم جماعة زالمبسا أيوة. من نفس اسمهم هم وهناك بالليل كردنوه ناموا مع بعض كل واحد نام واحد معاه من وياني وبالليل جو مجموعة تانية من برا وديل اللي نايم ده وسلاحه معاه وديل اللي جنبه ونايمين سيطر على الأسلحة بتاعته وصفوهم الرئيس بتاعتهم أو العنصر الأساسي بتاعتهم أظنه اسمه لو ما اخطأت دخل هيمانوت اسمه وده استاذ كان في الجامعة يعني تخصصه كان اسمه ايه اظنه استاذ بتاع بيولوجي ولا حاجة في الجامعة ديل صفوهم من مين فضل من التصفية دي دجن تسمى أما سعيد قتلوه في مقله والتاني مين قتلوه كلهم المهم اللي لقوه في المكان ده كويس اللي ما لقوه لحقوه المهم وبهذا هم أنهوا حاجة اسمها جبهة تحرير تجراي يعني بعدين جول إي بي آر بي
وفي نفس المنطقة منطقة عسيمبا واللي هي في منطقة الأرم الإيروب كمان. ويعني تجراي قالوا لهم للإيروب أنتوا ما أبناء تجراي، ودي منطقة تجراي هي، أطلعوا من هنا. أستاذ إبراهيم، يمكن ده موضوع يعني يطول شرحه في قضية تجراي. نأسف أن البرنامج يعني ضاق علينا والوقت أزف، لكن بنسمن كل هذه الشهادة التاريخية اللي هي شملت المراحل والمحاور الأربعة الأساسية اللي قام عليها هذا اللقاء. كنا نتمنى أنه موضوع تجراي نتناوله بشكله وفي زمن مساعد، لكن نظرا لأنه الحلقة مربوطة بزمننا، بكل ترحيب وتقدير لشخصك الكريم ولتجربتك النضالية، وفي هذا الزمن نتعبك هذا التعب وتشد الرحال من منطقة إلى منطقة من أجل تعطينا فرصة نقدمك للتاريخ كشهادة نعتز بها، بلا أدنى شك كل الفخر من قبلنا، ونحييكم بهذه الحلقة كختام لرحلة في الذاكرة الإريترية مع المناضل إبراهيم قدم. شكرا، وأنا بدوري أشكركم يعني أنه أتحتوا لي الفرصة هذه بأن أقول الشيء البسيط اللي عندي يعني، ومع ما مع الآخرين أكثر من حقي يعني، ويكون أعمق لكن في النهاية الهم هو أنه نملك ما عندنا للأجيال القادمة، وهي تمحص وتسفي ويمكن تطلع منه بشوية حاجات كويسة ضمن التاريخ. والتاريخ زي ما أنت عارف هو تاريخنا نحن، بإيجابياته بسلبياته يعني. وشكرا. شكرا جزيلا.